مرحبا، يسعد لي صباحكم كل اوقاتكم متابعيني الكرام. وصفتنا اليوم البفتيك الكذاب بطريقة كتير سهلة وطعم عن جد كتير رهيب، ومع طريقة تفريزه وتحضيره لكل الاوقات. وصفة كتير روعة وبنصحكم تجربوها. وهلأ تابعوا معي الفيديو للاخير وانتبهوا على كل المراحل. المقادير على الشاشة وتلاقوهن كمان بصندوق الوصف. أول مرحلة منحط بمحضرة الطعام نص كيلو لحم مفروم، ومنضيف على اللحم ملعقتين كبار بقسماط اللي هو كعك مطحون، وبصلة متوسطة الحجم مبشورة ومصفاية من ميتها، وملعقة صغيرة ملح ونص ملعقة صغيرة من فلفل أسود وسبع بهارات وبابريكا، ومنخلط كتير منيح. وهيك تمام، ولاحظوا كيف اللحمة صارت متماسكة. وبعدين منحطها بوعاء ومنمسح ايدنا بشوية زيت، ومنقطعها لتسع او عشر كرات متساوية. ومنقطع الكمية كلها بنفس الطريقة. وبعدين منحط كرات اللحمة على طرف، ومنحط جنبنا شوية زيت، ومنحتاج لأكياس نايلون مفتوحين بهذا الشكل. ومنبدأ بالتشكيل، ومنحط النايلون بهذا الشكل ومنمسحه بشوية زيت. وبعدين منحط كرة اللحمة ومنرقها شوي بإيدنا بشكل عشوائي، ومنغطيها بالنايلون ومنكمل رقة. ومنتم بنرقها حتى تصير سمكتها أقل من نص سنتي. وهلأ هيك صارت جاهزة، ومنحطها على طرف ومنشكل قطعة تانية. وطبعا الرق لازم يكون بشكل عشوائي حتى نحصل على شكل البفتيك الأصلي. ومنكمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهلأ هيك صاروا جاهزين، ومنحطهم بالصينية. وبعدين منحطهم بالفريزر من ساعتين لثلاثة حتى يتمسكوا، وممكن بهاي المرحلة تفرزوهم لشهر أو لوقت الحاجة. وهلأ منحضر مكونات التغطيس، ومنحتاج لكوب طحين ولحبتين بيض ولكوب بقسماط أو كعك مطحون، ومنتبل البيض برشة فلفل أسود وملح، ومنخلط كتير منيح. وبعدين منطالع قطع اللحم من الفريزر بعد ما تجمدت، ومناخد قطعة ومنفتحها بهذا الشكل، ومنغطسها بالطحين. وبعدين بالبيض، وبعدين بالبقسماط. ومنغلفها كتير منيح بالبقسماط، ومنحطها بالصينية، ومنغطس قطعة تانية بنفس الطريقة.
وإذا كان عندكم الجو كتير حار ما تطلعوا كل كمية اللحمة من الفريزر حتى ما تفك، طلعوا جزء جزء وغطسوه. وهلا هيك صاروا جاهزين للقلي. بعدين نقليهم بزيت غزير ودرجة حرارة وسط. ومنتركهم حتى يتحمروا ومنقلبهم شوي. وبعدين بنرفعهم على محارم مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزايد. ومنقلي باقي الكمية حتى تخلص. وهيك صاروا جاهزين ومنحطهم بطبق التقديم وبيتقدموا مع بطاطا أو رز أو معكرونة. وصحة وألف عافية. وهلأ لاحظوا شكلهم من جوا كيف. طبعا هاي الأكلة كمان بيلبق مع السلطات. عن جد ما شاء الله الطبقات متماسكة ومقرمشة من برا ورطبة من جوا وطعمها بياخد العقل، وبنصحكن جربوها. وكالعادة حبيت أتشكركن على تعليقاتكن الحلوة، واخترت تعليقات بشكل عشوائي وحطيتن على الشاشة، واللي بيحب يطلع اسمه بالفيديو القادم يكتب لي بالتعليقات ويكتب لي كمان من وين عم بيتابعني. وهلأ هيك خلص الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكن، ولا تنسوا تبعتوا لي صور تطبيقاتكن على حساب الانستجرام، رح أحطلكن حساب الانستجرام بصندوق الوصف، ولا تنسوني كمان من اللايك والشير والاشتراك بالقناة، وبشوفكن فيديو جديد، يلا باي باي.